ماذا عن التهديدات الواضحة النهاردة من الرئيس بوتين إذا قرر الاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار النفط والغاز إنه هياخد هيمنع كل شيء عن أوروبا؟ ماذا يعني هذا التصريح؟ في الحقيقة يعني خلينا نقول إن المتابع مش هنقول إحنا، ولكن أي متابع للحرب الإعلامية إن صحت التسمية أو الحرب الكلامية ما بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنجد في النهاية أن دائما تهديدات الرئيس الروسي دائما ما تتحول إلى أمر واقع، يعني هي ليست تهديدات كلامية أو تبدأ بتهديدات كلامية وتنتهي بأمر واقع أو بتنفيذ هذه التهديدات. بمعنى أدق أن تهديدات الرئيس الروسي اليوم بقطع المية والنور اتصحت التسمية عن أوروبا هي تهديدات واقعية وليست تهديدات لمجرد الشو الإعلامي، والقصة يعني لا تحتاج حتى إلى إثباتات. الأمر هذا ما سيحدث وهذا ما سينفذه الرئيس الروسي، وأتصور أنه بالنهاية سينفذه، لأن من الواضح أيضا أن الاتحاد الأوروبي ماضي في طريق نفس الإجراءات التي اتخذتها الدول الصناعية السبع الكبرى بوضع سقف لسعر الغاز الروسي. خلينا نقول أن وضع سقف لسعر الغاز الروسي هو برضو بالنهاية دليل على أن دول الاتحاد الأوروبي تعاني بشدة، يعني لا تتمكن أو لن تتمكن لدول الاتحاد الأوروبي لن تتمكن من إيجاد بدائل للغاز الروسي دي من ناحية، ولن تتمكن من تعويضه دي من ناحية تانية، ولن تتمكن ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي من تعويض الخسائر أو دعم المواطنين لتعويض هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار. خليني أقول لحضرتك عن معلومة صغيرة جدا النهاردة خرجت في بلجيكا، أن في أكثر من 45 ألف جهة عمل في بلجيكا بس، 45 ألف مشروع صغير ومتوسط ربما سيعلنوا إفلاسهم في خلال شهر واحد بسبب ارتفاع فواتير الغاز. خلينا أقول لحضرتك أن النهاردة الخبر الأول في التلفزيون البلجيكي أن كان شخص عنده مشروع صغير كان بيدفع حوالي 2800 يورو فاتورة الغاز بتاعته شهريا لمشروعه، النهاردة بيطلبوه ب 12000 يورو. وبالتالي كان النهاردة الراجل في التلفزيون بيقول ان الحل الوحيد، لا يوجد حل بالنسبة لي غير ان انا ابطل شغل، ان انا اعلن افلاسي. ودي عشرات الالاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلجيكا ستفعل بالمثل، هناك أكثر من 100,000 وظيفة سيتم الاستغناء عنها بسبب ارتفاع الطاقة. خليني أقول لحضرتك إن أنا وجاي دلوقتي من برة كل الأنوار بتاعة الطرق السريعة مطفية، يعني إحنا ماشيين زي ما نكون يعني ماشيين في بلد في حالة حرب، مش في بلد بتعاني حتى من أزمة اقتصادية. يعني الأنوار لما تكون في الطرق السريعة مطفية والواحد مش شايف حاجة خالص، يعني أمر في منتهى يعني مقبض جدا وصعب قوي ومخيف في نفس الوقت، وهذه أمور تعودنا أن نراها في حالات الحرب. إذن أوروبا أصبحت تعاني وبشدة. إذا